الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
صدق الله العظيم.